سبيلا ولا تجعل للشيطان شرابنا فيها سلسبيلا وسخر لنا من حبوب الدنيا حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير، يا مساء العافية على قلوبكم الطيبة. كيف الحال يا حلوات؟ يا رب تكونون بأفضل وأحسن حال إن شاء الله. بشارك معكم كليب اليوم. وبالبداية حلوات لا تنسون اللايك والاشتراك، وكانت لطيف مثلكم الله يسعدكم. مشاهدة ممتعة إن شاء الله. طبعا الليلة بعد صلاة المغرب سويت لي كوبايات شاي وطلعت، وجيت هنا مكتبة جرير بقرأ كم كتاب، وبقول لكم ايش الهدية اللي وصلتني وايش التغيير اللي راح يصير. تابعوني للاخر. هذه القصص مرة حلوة ولها ذكريات. قبل يوم كنا صغار كنا نستعيرها من بنت الجيران. وهذا المصحف عجبني، وخطه مرة واضح وفي تفسير الآيات والمفردات على جنب، بس للأسف أن الصفحات حقه خفيفة مرة. أنا أحب المصحف تكون الأوراق حقه شوي سميكة. وهذا الكتاب علمتني آية مرة حلو وسبق وقرأته، للكاتب علي العبيدلي. أنا كل مرة أجي المكتبة أقرأ نفس الكتب اللي قرأتهم من قبل، هالمرة قلت لا أبي أقرأ كتب جديدة. فشفت هذا الكتاب الاستشفاء في القرآن وحسيته مرة حلو فبقرأ. طبعا يا بنات الهدية اللي جاتني والتغيير اللي بيصير انه السنة بإذن الله بروح الحج ولله الحمد من قبل ومن بعد، جاتني حجة هدية. طبعا لي يمكن 10 سنوات وانا في خاطري اروح الحج، بس ربي ما كتب، وحتى قيمة الحجة موجودة ولله الحمد، بس ما كتبها ربي الا السنة وجاتني هدية. فمختفي عنكم هذه الفترة قاعدة اهيئ نفسي جسديا ونفسيا، لأنه الحج مرة في العمر، يعني يمكن الله يكتب مرة ثانية يمكن الله ما يكتب. فقاعدة أتهيأ أجهز نفسي، يعني أشوف شنو أحتاج شنو ما أحتاج، أخذ لي كتب، أتزود بالقراءة، وكمان أطلع السوق أشتري الحاجات اللي أحتاجها حق الحج، لأني ناوية بإذن الله أروح بكل شيء جديد، ما بي أشيل حاجة قديمة من إحرامات من ملابس من حاجات ثانية. فهذا اللي شوي مختفي عنكم ومشغولة فيها الفترة. دعواتكم بالتيسير والتسهيل. والمشاعر هالفترة مختلطة، فما لي بصراحة واهس إني أصور وأمنتج، فهالفترة الحالية بتنزل لكم فلوقات قديمة، وأعتذر جدا جدا عن التأخير. طبعا جيت هنا المكتبة واخذت لي كم كتاب اقرأ عن الحج. طبعا احنا نعرف يعني عن الحج امور في بعضها دارسينها في المدارس، في بعضها متعلمينها من نوم الملك، بس ما يمنع من التزود. وهنا بعد ما خلصت من قراءة كتب الحج جيت للكتب اللي اخذتها بالبداية. شو هذا الاستشفاء بالقرآن، حسيته مرة حلو، وكمان هذا الكتاب من كل آية فكرة. طبعا اول مرة اقرأهم. طبعا انا نظامي في قراءة الكتب صراحة ما اقراها من الجلدة للجلدة، لا افتح الفهرس واختار العناوين اللي تشد الانتباه واقرأها، لان يعني انا مو من النوع اللي يقتني كتب بصراحة، يعني انا اروح المكتبات
أقرأ كتب، فما يمدي بصراحة إني أقرأ كتاب كامل خلال ساعة أو ساعتين، فأختار لي من الفهرس العنوان اللي يشد انتباهي وأقرأ. قبل كنت أستعير، بس الحين نادر من يكون عنده كتب ويعيرهم. أنا بعدها جيت لهذول الكتب، صراحة أول مرة أقرأهم وأول مرة أنتبه لهم. يعني هذا الكتاب تسلق الجبل بقوة، وفي كمان كتاب متفارقا، وكمان الكتاب الثالث فكر في نفسك، أغلبهم نصوص مرة حلوات، بس بصراحة يعني ما قرأتهم كلهم، بس قرأت صفحات بسيطة. وانا طالعة شفت هذا الستاند عليك مجموعة من الكتب، نص عليها على الخاص والنص الثاني تشتري واحد والثاني مجانا. مرة حلوة الفكرة، بس اتوقع ذول الكتب مو مطلوبون كثير، فسووا عليها عرض خاص. والكتب طبعا مشكلة، في منها حق اطفال وفي منها حق كبار، وفي منها يعني كتب تثقيفية، قصص وحاجات ثانية. بصراحة ما فلفلت فيهم كثير، كنت مستعجلة ومشيت. وهنا قبل لا أطلع من المكتبة مريت على قسم الجوالات، صورت لكم على السريع لأنه كثير يسألوني شنو نوع الجوال اللي استخدمه حق تصوير الفلوجات. هذا هو سامسونج جالكسي ألترا S22، وفي من ألوان وطلعت إصدارات جديدة، وكل إصدار أحلى من الثاني وفي مميزات غير عن اللي قبل، بس التصوير كلهم جودة وحلوات، وكل سعة ولها سعر معين. وهنا بعد ما خلص من المكتبة جيت للممشى. طبعا شد على نفسي في المشي كثير، لأنه خبركم في الحج يعني تكون حركة كثير ومشي كثير، فدبلت وقت المشي. يعني أنا يوميا أمشي يمكن نص ساعة، إن كثرت 40 دقيقة أو 35 دقيقة، لا الآن قمت أخذ ساعة وما شاء الله تبارك الله. الليل الجو مرة حلو وفي هواء كذا على الخفيف يساعد على المشي، وفي ناس كثير. يعني أنا جاي يمكن الساعة 10 وشوي، توقعت إنه ما في يعني ناس كثير، بس لا طلع في ناس كثير وعوايد كثيرة بعد. وهنا بنص الممشى حاطين أجهزة رياضية، مرة حلوة الفكرة، للي ما يبي يجري يجي يتمرن. وورا كل جهاز حاطين طريقة الاستخدام. إلى هنا يا حلوات راح أنهي معاكم فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك، كومنت لطيف مثلكم الله يسعدكم. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.